حتى تحس ان الاطفال هناك ما بتضحكش، بتلعب قاعدين في جو رعب طبعا طول الوقت. ارهاب 7 8 سنين يا رينيه. هقول لحضرتك حاجه، يعني موقف شهير حصل لي انا شخصيا، عشان الناس بتتكلم الجيش هناك يا جماعه عايش في حرب حقيقيه، يعني يمكن اللي بيطلع وبيتشاف دوت ده نص ده اللي جزء. هناك. بالظبط كده جزء. احنا مره كنا رايحين نوزع شويه شنط مواد غذائيه، وطبعا بنبقى جايبين تصاريح من الشرطه والجيش والكلام ده، فعدينا على كمين، فطبعا هو يمكن العسكري كلمني علشان انا البنت الوحيده في ده كل امتى البساطه. الاول؟ ده طبعا بعد الحكم الاخوان، بعد طبعا خلع يعني 2013 تقريبا. مرسي. طبعا كانت طالعه الموضه الشهيره ان هما يا عيني يموتوا العساكر وهم مروحين، يموتوهم في البساط. حصلت عمليتين، 25 جندي بالظبط، لقوا الشهادة. وفي ناس كانت بيموتوهم في الباص كده، الباص كله نعم. يموتوه. فالولد خبط لي، يمكن بقول حضرتك عشان انا البنت الوحيده مثلا ومعانا تصاريح وكده، خبط لي: يا استاذه يا استاذه. قلت له ايوه. قال لي بس معلش، كان ساعتها رئيس السيسي ماسك وزير الدفاع، والنبي تقولي للسيسي كده بنفس اللفظ يعني حفظ الالقاب، يعني بس يطلعونا اجازات بالطيران، احنا خايفين ننزل اجازه لحسن نموت. قلت له طيب ومشيت، يعني خلاص هعمل ايه. رحت قعدت وزعت الحاجه كلنا طبعا نص ساعه كده، والشيخ موسى رويش ده مدير الفرع بتاعنا هناك، هو من المحاربين القدماء وتم اسره في اسرائيل وعذبوه وشالوا له عينيه، يعني حد محترم جدا. فالشيخ موسى جاله تليفون: يلا يلا احنا هنسيب بقيه الكراتين لشيخ القبيله او شيخ المنطقه اللي احنا فيها، هو هيوزعها واحنا هنمشي. في ايه يا شيخ موسى؟ قال لي الكمين اللي احنا كنا لسه معديين عليه ده كله استشهد، اتفجر كله، كل الناس اللي فيه ماتت. عملية إرهابية. لا غير انها عمليه ارهابيه، حضرتك متخيل احساس انا اللي انا شفته ولسه كان بيكلمني، صورته لسه ما راحتش من عينيا وملامحه وهو بيكلمني مات. استشهد كل الكمين، يعني الراجل اللي انا كنت بكلمه ده مات. قال لي مات. فضلنا ماشيين طبعا في مدق جوه الصحراء. اعتقد انت لو رحت دلوقتي هتكوني اكثر امانا وامنا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه تانية، والله انا مش جاي اتكلم في السياسه، بس انا بقول لك انا شاهد عيان على اللي حصل. انا رحت ايام حكم الاخوان سينا، انا ما فيش كمين واحد قابلني. انا وصلت لحاجه كده اسمها صخر الدانيال، دي حته بعيده في رفح اللي هي منصوص عليها في معاهده كامب ديفيد انها تفضل موجوده، يعني لو الناس مش عارفين حكايتها عموما مش وقتها، بس دي صخره مشهوره منصوص عليها انها تكون معروف موجوده. معروف بالظبط. وصلت لحد معسكر الامن المركزي اللي دايما يتضرب هناك في نجع شبانه، مفيش كمين واحد. ما كانش علينا فيه فين. تواجد طبعا. لكن احنا طبعا في الجمعيه اهم حاجه عندنا ان احنا نعمل تنميه هناك، تنميه بحيث ان احنا نعمل ابار، نعمل محطات تنقيه انتوا ميه. موجودين في شمال سيناء من امتى؟ تقريبا بعد الثوره على طول. طيب انتوا بتتحركوا كجمعيه بشكل منفصل بعيدا عن التنسيق مع جمعيات اخرى؟ والله في بعض الناس استجابت لما احنا اتكلمنا معاهم، وفي ناس نمطيين عايزين يبعتوا الحاجة وخلاص. لا أنا عايز أبعت الحاجة وأسلمها بنفسي للناس. لا مش بتكلم على أفراد، بتكلم على جمعيات. والله يعني إحنا الناس اللي بتتعاون معانا، طبعا أستاذ طارق نور كان هو خلاص في البداية إن شاء الله يكمل معانا، إحنا طبعا اللي بيتعاون معانا بنك الطعام وبنك الكساء، دول بيتعاملوا معانا بطريقة جدية جدا، دول نعم. أكتر ناس يمكن أقول لحضرتك إن يعني هم تحددي احتياجاتك تروحي لهم يبعتوها لك على طول. بالظبط كده. احنا كمان حتى الكراتين في شمال سيناء ليها طبيعه خاصه، تخيل يعني. ليه؟ بمعنى ايه؟ احنا مثلا ما بعتناش كرتونه مواد غذائيه وخلاص، لا احنا درسنا احتياجات الناس هناك. الناس مثلا هناك ما يحبوش المكرونه، فلما تبقى طبيعي اي كرتونه مواد غذائيه بتلاقي فيها مكرونه، لا فيقول لك احنا مش عايزين مكرونه، احنا بنزود الطحين اللي هو الدقيق عندنا، تقريبا لازم الكرتونه تبقى فيها 10 كيلو دقيق، دي نمبر 1 عندهم. بنحط الحاجات اللي هي الجافه اكتر اللي هي هتقعد معاهم مده طويله. معلبات. بالظبط. والحاجات الجافه الفاصوليا الناشفه واللوبيا الناشفه والحاجات دي، ونشيل الحاجات اللي هم. فخلاص بقى حتى كرتونه شمال سيناء ليها طبيعه خاصه، ان هي ليها مواصفات خاصه مش اي كرتونه. درستوا احتياجات اهالينا في شمال سيناء وتعملوها. الناس اللي بتبعت كرتونه وخلاص، في حاجات كتير مش بتتاكل. انت بتبعت لهم رساله هنا اهو. طبعا انا محتاجه الناس تدرس ايه اللي بيحصل في سيناء،
وبعدين في حاجة احنا بنتكلم على فيه فراغ اجتماعي وفراغ مادي. الفراغ الاجتماعي ده والفراغ المادي لو ما تمش ان احنا يعني ينشغل في حد غيرنا اكيد هيروح يشغله. انا معك. صح ولا غلط؟ انتوا اللي بيتبرعوا ليكوا انتوا حسابكوا في اي بنك؟ احنا حسابنا في السي اي بي وفي الاهلي وكيو ام بي، حساباتنا موجوده في كل حاجه، حتى رساله يروح نور يقول على نور. اللي عايز يتبرع رساله نور على نور، رساله نور على نور اللي عايز احمد يتبرع فراج. لجمعيه رساله نور على نور يذهب الى البنك التجاري الدولي، بنك قطر الوطني، البنك الاهلي، البنك الاهلي المصري، ويعني تساهم لاهالينا في شمال سيناء. انتم مركزين على شمال سيناء بس؟ لا احنا عندنا فرع في حلايب وشلاتين. نعم. وعندنا انتوا واخدين كل الاماكن النائيه. احنا عندنا بس هدف اهم حاجه، ايه هو؟ المناطق الحدوديه. يعني احنا مثلا نكره يقولوا لك حلايب مصريه، لا هي حلايب مصريه. احنا مش هينفع نقول لا حلايب مصريه، لا هي مصريه انت مش محتاج تاكد عليها. فاحنا عايزين المناطق الحدوديه اولا الشائكه، تاني حاجة اللي محدش بيوصل لها. وهو ده دور، هو ده دور دولة يعني. بس جميل ان يبقى في جمعيات خيرية بتعمل الحاجات دي. لا انا عايزة اقول لحضرتك ان انا الى الان لو قالوا لي يلا انزلي سينا انا هنزل، انا مش هبقى خايفة. قولي لي استقبال اهلنا في سينا للحاجات اللي زي انا عايزة اقول لحضرتك حاجة لاحظتها هناك غريبة جدا. دايما لحضرتك لاحظت ان احنا لو اتنزل ايا كان بقى ذكر الاماكن، لو نزلت في مكان بكراتين شويه مواد غذائيه تلاقي الناس اتجمهرت وقعدت تخطب. يهجموا عليك. دول ناس مؤدبين جدا. الكراتين تتحط ويمشي معاك شيخ القبيله او الكبير بتاع المكان، حط هنا كرتونتين، حط هنا ثلاثه، الناس ممكن تخرج جاست بس تسلم علينا وتدخل مكانها تاني في عشتها لحد ما حاجتها. لا ناس مؤدبه، حاجتها توصل لها. كبير. انما هنا الدنيا بتبقى سداح مداح. لا انا شايفه الناس هناك محتاجين ندعمهم اكتر من كده، محتاجين الناس تقف معانا اكتر من كده. وكمان انا بشكر الناس اللي بتدعمنا، يعني انا بنبسط كتير لما حد يتصل بيا يقول لي ريني البطاطين دي لشمال سينا، الاكل ده لشمال سينا، بحس ان هو حاسس القضيه بتاعتنا. مش وانا بنتهز فرصه لقاء، واحنا بنسلط الضوء على جمعية خيرية شغالة بجد في مناطقنا الحدودية شمال سيناء وحلايب وشلاتين وإدفو. واللي عايز يتبرع من حضراتكم يذهب إلى البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وهيلاقي حساب باسم رسالة نور على نور.